صحيح. أين يقع الملف الروسي الأوكراني اليوم في أجندة هذه الجولة، ولا سيما أن معظم الدول العربية اليوم اتخذت موقف الحياد من الحرب الروسية على أوكرانيا؟ هي صحيح، يعني يمكن بعد أن كشفت أيضا الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بشكل عام أنه لن يقف مع أوكرانيا، وبالتالي الآن أوكرانيا أيضا تواجه يعني الحرب الروسية لوحدها دون لا تدخل حلف الناتو ولا أي دولة، حتى لما شهدنا مثلا بريطانيا وما قامت فيه وجدنا الآن بورسون يتعرض إلى تلك يعني الحالة التي يتعرض لها في بريطانيا على سبيل المثال. ولذلك من هنا وقف يعني الدول العربية وقفت بجانب الحياد، وإن كانت تميل إلى روسيا حقيقة، لأنه أيضا كشفت يعني انكشفت الولايات المتحدة الأمريكية بوجود معاملها، بوجود يعني ما يضر حقيقة دول العالم بشكل كامل، خصوصا فيما يتعلق بمعامل الجراثيم وغيرها من الأمور الأخرى. وبالتالي فإن أيضا هذه يعني هذا الملف صحيح سيكون موجودا في هذه الزيارة عندما يجتمعون في جدة، لكن هو يريد أن أيضا الدول العربية تقف مع أوكرانيا أو تقف مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بمساندتها لأوكرانيا. لكن بشكل عام حقيقة يعني أصبح الآن الأمر مكشوف، الوضع واضح، لا يحتاج إلى أن نفهم ما خططت له الولايات المتحدة الأمريكية أو الغرب بشكل عام فيما يتعلق بالحرب الأوكرانية الروسية. وبالتالي فإن هذه أيضا من ضمن الملفات التي سوف تناقش في تلك الزيارة أو في تلك القمة الخليجية الأمريكية أو العربية الأمريكية.